أهلا وسهلا فيكم متابعينا بحلقة جديدة من برنامج يلا. بحلقة اليوم حنلتقي مع سفير مملكة البحرين في الولايات المتحدة الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة، واللي حنحكي معه عن التطورات الكبيرة والإيجابية في مملكة البحرين وتأثير اتفاقيات السلام الإبراهيمي على المملكة اقتصاديا وثقافيا وشعبيا وأيضا على المنطقة ككل. وكمان رح نطرح عليه بعض الأسئلة السريعة والشخصية والتي لم يتحدث عنها في أي لقاء من قبل. جاهزين؟ يلا. أهلا وسهلا فيك معنا اليوم سعادة سفير مملكة البحرين في واشنطن الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة. أهلا وسهلا فيك معنا ببرنامج يلا. هيفي، شكرا على إتاحة الفرصة، وفي حقيقة الأمر نشكركم جميعا على ما تقومون به من نقل الأخبار الإيجابية إلى المنطقة، وإن شاء الله نشوفكم في المنطقة عن قريب. قريبا إن شاء الله. قام جلالة ملك البحرين بتأسيس مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، احكي لنا عن رؤية هذا المركز وعن اللي بيقوم فيه حاليا. والله يعني هذه كانت أحد المبادرات اللي سبقت الإعلان عن اشتراك مملكة البحرين في الاتفاقيات الإبراهيمية، وأساس إنشاء هذا المركز هو رؤية جلالة الملك في أهمية التعايش السلمي في مجتمعات الوطن العربي بشكل عام. فأصبح المركز اليوم يستضيف العديد من الورش تكون فيه مشاركات لشخصيات كبيرة من مختلف الدول ومن مختلف الديانات من أجل التحاور لكيفية خلق البيئة المناسبة للأشخاص أنهم يحترمون بعضهم البعض ويحترمون الديانات. ولابد من أن هذا الأمر يحصل في بلد أساساً هو قائم على هذه النظرية تماماً. طبعاً بنحكي عن اتفاقيات السلام الإبراهيمية اللي حصلت واللي توقعت بين إسرائيل ودول عربية، كانت مملكة البحرين من الدول الرائدة بأخذ هي الخطوة التاريخية اللي غيرت الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبرأيي أنا حتى لها تأثير على العالم أجمع. احكي لي برأيك بعد مرور هالوقت على توقيع هي الاتفاقيات السلام التاريخية، شو برأيك تأثيرها على الشارع في البحرين؟ فعلا هي اتفاقية تاريخية وخطوة شجاعة، وذلك يعود إلى النظرة الثاقبة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، واللي شفنا من خلال عدد من السنوات مبادرات متتالية من أجل إرساء السلام في المنطقة بشكل عام. فأتت الفرصة للانضمام إلى هذه الاتفاقية، وشفنا من خلالها طبعا عدد من الدول انضمت من بعد البحرين. سعادتك، كان في تقرير نشر من قبل معهد اتفاقيات السلام الإبراهيمي عن التعاون الاقتصادي اللي صار بين إسرائيل ودول عربية، كان في كتير زيادة هائلة في التعاون الاقتصادي البحريني الإسرائيلي بعد توقيع اتفاقيات السلام الإبراهيمية، بتحكي لي عن هذا الازدياد في التعاون الاقتصادي؟ طبعا الهدف من وراء الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية هو فتح العديد من المجالات أمام التعاون بين البلدين. فالتعاون الاقتصادي هو جزء من التعاون اللي نتطلع له في البحرين، وشفنا من خلال العام الماضي ارتفاع تقريبا 400% من حجم التداول بين الدولتين. اليوم عندنا تمثيل في تل أبيب، سفير الأخ سعادة الأخ خالد الجلاهمة، وأيضا سفير إسرائيل في البحرين. علاوة على ذلك تم التوقيع على أكثر من 37 اتفاقية بين الحكومتين. برأيك إذا يعني حكينا أنه صار فيها الارتفاع الكبير بالتعاون بال2021 2020، شو برأيك 2022 حيكون أو حيخبي لنا من النواحي الاقتصادية والتعاون المشترك؟ نحن في مملكة البحرين منذ عام
2008 صادق سيدي جلالة الملك وبدعم من سيدي سمو ولي العهد على رؤية مملكة البحرين 2030، وبإذن الله هذه الأولويات كلها راح تصب في مصلحة أبناء البحرين. الاتفاقيات اللي تم الإعلان عنها مؤخرا هي كلها اتفاقيات تقرب الأشخاص إلى بعضها البعض، واللي باقي علينا اليوم أن احنا نشوف فعلا استثمار واضح في هذه الدول. فمملكة البحرين على سبيل المثال هي من أحد الدول اللي وقعت على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولا أخفيك سرا، استمرار الولايات المتحدة بدفع العجلة في هذا الملف المهم فهو مطلب رئيسي. وإسرائيل أيضا هي من أحد الدول اللي وقعت مذكرة تفاهم اقتصادية مع الولايات المتحدة. فكيف ممكن أن الدول تعمل مع بعضها البعض؟ لأن احنا نشوف فعلا مردود إيجابي على هذه الدول. فهناك عدد كبير من المستثمرين الأمريكان اللي حابين يستثمرون في المنطقة بشكل عام ويدورون هذه الفرص. فالفرص مطروحة أمامنا، وإن شاء الله أن كحكومات نعمل قريبا لبعضنا البعض على أساس أن احنا نوفر هذه الفرص لشباب. للشباب، وهذا شيء كثير مهم. بالنسبة للتعاون أو التعايش الإنساني اللي عم نشوفه، قرأت ورأيت حتى كثير من الأمثلة الجميلة جدا عن هذا التعايش اللي عم نشوفه بين شباب إسرائيليين وبحرينيين وطبعا من دول أخرى أيضا في المنطقة، وهذا شيء كثير جيد بالنسبة لي أنا يعني حدا ولد وعاش في الشرق الأوسط. ولكن طبعا ما بيكون في تغطية إعلامية كافية على هالأمثلة الكتير جميلة واللي بتعطي إلهام للشباب أنه شوفوا شو بيصير وقت يكون في هذا التعاون وهذا التعايش وهي المحبة. في حقيقة الأمر هو الواحد ما راح يتفاجأ، لأن في نهاية المطاف المنطقة هذه منطقة قديمة والناس عايشة فيها من سنوات عديدة، واليوم بدأنا الحوار مع جار ما كنا في السابق عارفينه. فالمرحلة الأولى كانت هي مرحلة تعريفية، كيف ممكن تعرف على بعض. حتى أنا أذكر في بداية الأمر كنت أبغي أفهم ما هو واقع حياة الناس في إسرائيل، فلجأت إلى بعض المسلسلات في نتفليكس على سبيل المثال. هذا المسلسل اللي اسمه فوضى. فوضى، أنا قابلته لليور راز. نعم بالضبط، شفته. فالقصد أن يعني هذه المرحلة الناس بدأت تفهم ما هي تحديات الآخرين وما هي يعني المجالات اللي ممكن أن يكون فيه تفاهم عليه. وإن شاء الله من بعد هذه المرحلة بنشوف أن هناك يعني شغف للعمل في المنطقة، فكيف ممكن نوظف هذا الشغف بإيجابي. هناك العديد من قصص النجاح الحقيقة، ولكن للأسف القصص الإيجابية أحيانا ما تكون ما يأخذها الإعلام مثل القصص السلبية لأن ما لها صدى. ولكن هذا البرنامج أنا اللي حبيت فيه أنه يركز على قصص النجاح، يركز على القصص الإيجابية، وهذا هو مطلوب. فلذلك بإذن الله زيارتكم للمنطقة بتسلطون الضوء على عدد من هذه القصص، وتكون هي مصدر إلهام لشبابنا بإذن الله. تماماً 100%. ومملكة البحرين يعني شهيرة بالتعايش اللي فيها بين كل مختلف الطوائف الإثنيات، حتى هناك يعني جالية يهودية قديمة في البحرين وموجودة. صحيح. فيعني هناك هذا التاريخ في البحرين الكتير جميل. والله إحنا محظوظين بأن البحرين يكون فيها عدد من المكونات عايشين في سلام تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله. شفنا اهتمام جلالة الملك في هذا المجال منذ سنوات عديدة، سواء
في تمثيل الأشخاص في البرلمان، وإلا في الاهتمام ب يعني المساحات المطلوبة من أجل أن الناس تقيم الشعائر الدينية وغيرها. فاستطاعت الحقيقة مملكة البحرين أن هي توفر البيئة المطلوبة من أجل تعايش الناس بشكل عام، وأنها تعكس صورة مهمة للمنطقة في أعين الآخرين. سعادتك، هل حنشوف تعاون اقتصادي بين البحرين وإسرائيل يوصل مثلاً لمليار دولار مثل ما شفنا مع غير دول في المنطقة؟ والله يعني هناك طموح، والطموح أن نرى يعني استثمارات حية، ونرى في الجيل القادم نوع من التعاون الأكبر. لما يصير فيه استثمار إسرائيلي في البحرين، ويصير البحريني يعمل في مصنع أو في شركة تابعة لشخص من إسرائيل، يكون هناك أثر مباشر على الشخص، والاستثمار البحريني في إسرائيل بعد نفس الشيء. طيب سعادة السفير الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة، هلأ بدنا نوصل لعند جولة السريعة من الأسئلة. شو رياضتك المفضلة؟ إن كانت هي لياقة بدنية فهي لياقة بدنية، ولكن إذا كنت بتابع شيء في التلفزيون أشوف في السنوات الأخيرة لعبة البيسبول الأمريكية صارت هي من الرياضات الأولى اللي أتابعها. شو هي فرقتك الموسيقية المفضلة؟ فرقة موسيقية أو مغني أو مغنية؟ يا أنه يكون سيناترا يا أنه يكون دين مارتن، واحد من الأقدام. كتابك المفضل؟ الكتاب المفضل قد يكون The Republic by Plato، هذه من الكتب الرئيسية اللي يعني بين فترة والثانية الواحد يرجع لها، وهي من الكتب يعني المهمة أعتقد في مرحلة أي شخص أكاديمي. الفيلم المفضل عندك؟ الفيلم المفضل والله أي فيلم فيه يعني من سلسلة جيمس بوند يكون مناسب. الطعام المفضل عندك؟ شو هو أكثر طبق بتحبه؟ أكل المفضل، ودامنا إحنا في أمريكا، أذكر أيام الدراسة كان في بوسطن شيء اسمه اللوبستر رول. هذا اللوبستر رول يعني لازم ينتحصل في بوسطن. طب شيء شرق أوسطي؟ يعني إن كان هو عندنا ففي البحرين عندنا سمك اسمه الصافي، وما ينتحصل إلا في البحرين الصافي. فإن شاء الله لي رحتي البحرين لازم يعني تجربين الطبق الصافي مع العيش. خلاص موعودين بطبق الصافي إن شاء الله بالبحرين. طيب شو هو أكتر شيء بتشتاق له وإنت هلأ بعيد عن البحرين؟ الجواب السريع بيكون الأهل والأصدقاء، لكن إن تعمقنا شوي يعني قد يكون الأمور تجري في البحرين بسلاسة وبسهولة، وهذا ما يفتقده الشخص أحياناً لما يعني يفارق بلده، يكون نظام يختلف شوي عليه. سعادتك، في عندك كلمات حكيمة أو أمثلة سمعتها من أحد من أفراد عائلتك أو حتى من شخصيات ملهمة بالنسبة لك بتحب تشاركها اليوم مع شبابنا اللي عم يتابعونا؟ شوفي يعني يمكن أهم ما في الواحد قيمه وين ما كان، فإن كنت تبني مستقبل لك فتبنيه لنفسك وعلى اللي أنت تبغيه، مو على اللي الناس يبغونه. فأعتقد هذه كلمة أنا سمعتها قبل مغادرة البحرين وتمسكت فيها. كتير حلو، شكرا كتير لك سعادة سفير البحرين في الولايات المتحدة الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة، أهلا وسهلا فيك، وإن شاء الله المرة الجاية بدي أشوفك بالبحرين إن شاء الله. شكرا على إتاحة هذه الفرصة، والله يوفقكم، برنامج ناجح وإن شاء الله أنه يوصل إلى عدد أكبر في المنطقة بإذن الله. تسلم يا رب. مشكورة. شكرا لك. مشكورة. شكرا. واحد اثنين ثلاثة يلا.